ناقش خبراء أهمية المواصفات الدولية الخاصة بإدارة البيئة وكيفية تعامل المؤسسات وخاصة الصناعية مع العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على البيئة. جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس الدولية الإيزو حول المواصفات الدولية الخاصة بإدارة البيئة وتقييم الأثر البيئي للمنتجات خلال دورة حياتها. وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط قال خلال الندوة إن الأنشطة الصناعية والتجارية ساهمت في زيادة التلوث والنفايات، مما يتطلب التعامل مع البيئة بطريقة مسؤولة للتخفيف والتكييف مع ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على النظم البيئية وإدارة النفايات وإعادة تدويرها. هذه القاعدة هي معنية في قيام المؤسسات بإدارة البيئة والحفاظ على البيئة من خلال المنتج، يعني المنتج أصبح له دورة حياة. هذه الدورة من بداية المنتج وتصنيعه وتطويره وتسليمه ومن ثم نهاية هذا المنتج وعملية التدوير للمنتج للحفاظ على البيئة. هذه القاعدة الفنية هي تساعد المؤسسات الأردنية والمساعدات الدولية والمؤسسات الدولية لقيام بدور حفاظ على البيئة.